قصر الثري الدمشقي جبران بن أنطون شامية في حي بابتومة بدمشق الجزء الثاني. نشاهد هنا دمشق بيت شامية وبطاقة بريدية مرسلة من ألبرت مزراحي بتاريخ 29 كانون الثاني في عام 1910 للكاتب الفرنسي كامبيل تازاري. أروقت بيت جبران أفندي شامية بدمشق تمثيل معماري. أما طراز ترتيب الدور داخلا في أيام نعمان قساطلي كما ذكرها في سنة 1878، فهو يقول تتكون غالبا من ليوان وعلى كل من جانبيه حجرة، وبقية الحجر تتقابل مع بعضها البعض وعليها علال لها نوافذ كثيرة يغشاها البلور يسمونها فرنجات، وكل دار لابد لها من صحن، وفي بعض الدور أقبية تحت الأرض يضعون بها المونات. وهذا هو ديار أرض بيت شامية ومصورة في شهر مايس أيار في عام 1900 بعدسة جيرادوت مارغريت لوثان بيل الجاسوس الإنجليزي بأراضي الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وهنا نشاهد بحرة وفناء وأروقة غرفة الاستقبال في بيت شامية بدمشق. أروقة غرف الاستقبال في بيت شامية، الأروقة والغرفة، أروقة غرف الاستقبال في بيت شامية. أقول هنا أن أرض الديار عادة تكون مرصوفة بالبلاط الملون وفيه الكثير من الأشجار والنباتات المنزلية الجميلة والبديعة المنظر. تبدأ هذه الأشجار من أشجار البرتقال والنارنج والكباد والليمون الحامض والحلو، وفيك أيضا الدرابزين الخرمسي أو الخرمة والمشمش الهندي الأكودينيا. وبأرض الديار كان في الياسمين الشامي الأبيض والأصفر والمجنونة التي تعربش على الجدران، وتتميز الشام بالياسمين العراتلي ذو الرائحة النفاذة الفواحة العابقة بأرض الديار. وكذلك هناك نبات يسمى الساعة والبنفشة بأنواعها وألوانها المتعددة. وتكتمل اللوحة الجميلة بدوالي العنب، العنب البلدي منها والزيني والحلواني، كما كانت توجد في بعض البيوت شجرة المانوليا وشجرة المسكي اللطيفة لطيفة الرائحة ونبتة الشمعة أيضا. وتبدو زهرات بنات السيد جبران أفندي شامية في فناء أرض الديار بين الأزهار والأشجار والطبيعة الساحرة الخلابة بأرض الديار يلقين نظرة على المزروعات. طبعا دائما بأرض الديار في قصائص من النباتات الزهرية جميلة، تأتي جميلة وفيها نباتات عطرية بديعة بسموها الشوام للزريعة، وأهمها أوراق القصب والشمشير والهوى الناعم والهوى الخشن والشب الظريف والبنفسج والدادة والكولونيا والبوغونيا والقرطاسية والختمية والمكحلة والسجادة واللحلحة والزلف. وهناك أيضا بعض النباتات الزهرية لها أسماء غريبة عجيبة وذات مغذى مثل ليلة الأدر. هذه النبتة تنفتح بالسنة مرة واحدة فقط، والمحكمة وكف العروس والمستحية وراخي شعره والحماية والكناية،
وفي في قصائص زريعة اسمها سوالف العروس، أنا ما بعرفها، أنا مالي شايفها بنوب سوالف العروس. وفي كمان لسان الحماية بعرفها، وجوز الحماية، من شان الله منين جايبين هالأسماء يا لطيف؟ شو متذاكر من حماته اللي مسميها؟ قال جوز الحماية ولسان الحماية. هذه موجودة في في أراضي الديار، في في البيوت الشامية. هلا أرض الديار عادة تكون مرصوفة بالبلاط الملون والكثير من الأشجار والنباتات المنزلية الجميلة، طبعا بديعة المنظر. ولكن هناك الورد الدمشقي المشهور بالوردة البلدية، وهي نبات عطري ومعروف باسم روزا داميسا أو داماسكا، وكمان الوردة الجورية، ما عدا الفل والزنبق. ومهما يكن حال أصحاب البيت الدمشقي، بيت عربي كان ولا بيت أفرنجوني ولا على البرندات، فلا بتلاقي فيه تنكات شقف الزريعة، مما يجعل البيت شبه حديقة صغيرة غناء فعلا. يعني ما في بيت، ما في بيت شامي يخلو من الزريعة. وكان أهل الشام من زمان يقولوا عنب الدار بتطول الأعمار، ويستخدمون ورق الليمون الحامض والحلو وأوراق الكباد، ويصنعون منها، يضعون قسما منها في المياه ليغنونها، تعطي طعمة محببة بنكهة طيبة. وأوراق النانرج أيضا كانت والدتي الله يرحمها تستخدمه للرز بحليب. هذه دمشق يا سادتي، هذه هي دمشق، إنها دمشق ببيوتها البديعة والمزينة بأشجارها ونباتاتها وزهورها الجميلة الباتعة الماتعة. أتحول الآن قليلا إلى القواص، القواص في بيت شامية. طبعا كانوا القواص كان يتبع عادة أنظمة الدرك، أي البوليس العثماني والتابعة للداخلية العثمانية، وليس له علاقة بأنظمة الجيش العثماني النظامي. والقواصون قد يستخدمون في عدة مهام، منها بمهنة خادم أو حاجب، وأكثرهم هم بمهنة حارس خاص في خدمة كبار العائلات الدمشقية اليهودية والمسيحية وحتى الإسلامية. وكذلك كانوا موجودين عند البطارقة والأساقفة، وتواجد أيضا منهم بكثرة لدى القنصليات الأجنبية التي كانت موجودة في دمشق منذ عام 1840، ومنها القنصلية الإنجليزية وكذلك الألمانية والفرنسية. وأشاهد هنا غرفة الاستقبال الرئيسية في بيت شامية، وأشاهد في أقصى يسار الصورة توفيق شامية، وعلى ما يبدو، على ما يبدو بالصورة يعني ما بده يتصور، حردان وقف على جنب بس المصور ما نسي يصوره. ظريف كتير توفيق شامية. وهذا هو توفيق جبران شامية، صار بعد لاحقا من كبار وجهاء الطائفة الأرثوذكسية بمدينة دمشق. كان عضوا في قيادة حزب الشعب في عام 1926، ووزيرا للأشغال العامة في عام 1928، ووزيرا للمالية في 1931، ومحافظا لدير الزور في عام 1939، ووزيرا للزراعة والتجارة في عام 1943، ورئيسا للجمارك بعد الاستقلال في عام 1946، وعضو المجلس الملي الأرثوذكسي، وعضو المؤتمر الأرثوذكسي العام الذي عقد في دمشق بتاريخ 18 و19 تشرين الثاني عام 1955. في عام 1924 قام السيد توفيق جبران بن أنطون شامية بعرض البيت للبيع لكبره واتساع غرفه ومنافعه، وقد اشتراه المرحوم السيد عبد الله جرجوس خياطة،
بعد عودته من أمريكا ولم يكن عنده أولاد، وكانت الفكرة فكرة السيد خياطة أن يقوم بشراء البيت وتقديمه للبطركية، وذلك لإنشاء مدرسة مجانية فيه. وتم فعلا عملية البيع والشراء بسعر 5000 عصملية، دفع منها 3000، وابن عمته دفع 1000، ودفعت البطركية 1000. ولكن لصعوبة تمويل المدرسة المجانية أنشئت مدرسة غير مجانية بجانبها، وبهذا صار ممكنا تمويل المدرسة المجانية. طبعا تمت عملية بيع بيت شامية في عام 1924 حين ذهب والد خوري يسوعي إلى فرنسا واطلع على أعمال الراهبات، وأحضر الراهبات إلى مصر، ثم جاءوا إلى سوريا في سنة 1924، وافتتحت المدرسة في كانون الأول سنة 1924، وبدأت باستقبال الطلاب. وهذه الزاوية، هذه الرواية الصحيحة، الكلام موثق على لسان سور ألفريد ماري الشاهدة الوحيدة على تلك الأيام، نقلا عن السيد معمر بكر. وهذا أرض الديار في بيت شامية والبحر الكبيرة في منتصفه، وليوان البيت في صدر الفسحة. وتبدو هنا الواجهة الجنوبية من أرض الديار وليوان بيت شامية في عام 1983، وتحول البيت إلى مدرسة في عام 1924 لصالح البطركية الكاثوليكية، والتي تعتبر إحدى أهم المدارس، وهي مدرسة الرعاية الخاصة أو مدرسة راهبات البيزانسون. وهذه الواجهة الجنوبية من أرض الديار وليوان بيت شامية في عام 1983، طبعا تحول البيت إلى مدرسة فيما بعد. إذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفا.